السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله فيديوهات الاستراكشر كيبل، وهنتكلم النهارده عن الديستريبيوشن بتاع السيستم دوت، وازاي اعمل توزيع للاوتلت اللي عندي، واحدد عدد الغرف اللي محتاجها والمساحه بتاعت كل غرفه. كمان اول حاجه بنعملها في اي سيستم لازم نعمل زونينج، والزونينج هنا احنا اللي بنعمله بناء على الليميتيشن بتاعت السيستم دوت. ناخد الموضوع واحدة واحدة كده من الاول خالص ونفكر مع بعض. لو احنا عندنا مشروع صغير مثلا عبارة عن 25 متر في 25 متر، واحنا قلنا ان الليميتيشن بتاعتنا ان الطول بتاع الكابل ما يعديش 90 متر، يبقى بالتالي هنا مشروع صغير اقدر احط الروم في اي حتة في المشروع. لو حطيتها في اي ركن حتى هتغطي المشروع كله والمسافة مش هتعدي 90 متر. طيب لو المشروع كبير شوية، لو مثلا 50 في 90 متر، هنا ممكن احط الروم في النص وبرضو هتغطي لي المشروع كله والمسافة مش هتعدي 90 متر. لكن غالبا المعماري مش هيوافق ان انا اختار الاي تي روم تكون في نص الدور او نص المشروع بالشكل دوت، يبقى هضطر ان انا اعمل 2 روم. ممكن مثلا يكونوا في الركن كده، احط روم هنا تغطي لي الجزء دوت واحط روم هنا تغطي لي الجزء ده. طيب لو المشروع اكبر شوية اكيد عدد الرومز هيزيد معايا عشان اغطي المشروع كله والمسافة بتاعت الكابلات ما تعديش 90 متر، فممكن مثلا استخدم او احتاج 4 غرف بالمنظر ده. طب عشان اعرف مبدئيا كده انا محتاج كام روم واحسبها بسرعة، او اتأكد ان انا اخترت عدد روم مناسب للمشروع، هنعمل ايه؟ بعد ما اخترت الغرف واتفقت مع المعماري عاوز اتأكد ان انا اخترت عدد روم صح وفي المكان الصح، هنعمل ايه؟ هنرسم دايرة حوالين كل غرفة ونص قطر الدايرة دي يكون 60 متر. هنا انا قلت كام؟ 60 متر مش 90 متر. لو لقيت ان المشروع كله متغطي داخل الدوائر دي يبقى انا كده اخترت عدد رومز صح واخترت المكان كمان صح. طب ليه هنا احنا قلنا 60 متر او دايرة نص قطرها 60 متر مش 90 متر؟ لان اكيد انا همشي من كل اوتلت في الحيطة، عندي نزلات وعندي طلعات، عندي قربة يمين عندي قربة شمال، هنزل من هعدي من تحت حاجة هطلع من فوق حاجة، يعني مثلا هنزل من تحت ضغط تكييف او هطلع من فوق تري كهربا وهكذا، فلازم اعمل حساب الطلعات والنزلات دي كلها. فعشان كده قلنا هنعمل دايرة نص قطرها 60 متر مش 90 متر. فهنا لقيت ان عدد الغرف دوت غطى المشروع كله، يبقى انا كده تمام وهبدأ اعمل الديزاين بتاعي على الاساس دوت. يبقى كده اخترت العدد واخترت المكان، ناقص اعرف السايز او الاريا بتاع كل روم قد ايه. الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد مثال ازاي نحسب عدد الاوتلت وازاي نحسب محتاج كام باتش بانل وكام سويتش وبالتالي محتاج كام راك، وعلى الاساس دوت هبدأ اعرف انا محتاج الاريا بتاعت الروم قد ايه. شكرا.